الرحيم. نرحب بالضيوف الكرام. راجعة سواء إلى المتواجدة واللي رانا نعيش فيها ورانا نقعدوا فيها. من بين الأفعال نجد جناية وضع النار عمدا في الغابات أو الحقول أو قطع الأشجار والأخشاب والمعاقب عليها بالمادة 396 من قانون العقوبات بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. إذا تعلق الأمر بأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد طبقا للمادة 396 مكرر من قانون العقوبات. وباعتبار الغابات مملوكة لهذه الهيئات المذكورة في هذه المادة، فإن عقوبة وضع النار عمدا في الغابات تصل إلى السجن المؤبد.